انت ناوي تعمل ايه؟ يعني دلوقتي ما هو برضو يعني الاشتباك مع المشكلة، انت عندك نادي قرر مش هيلعب بكرة، نادي تاني يعني يقاطع، هتعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ ولا حاجة، حدير زي ما كما ينبغي ان يكون، وما يملي عليا ضميري، واللي اتعلمته هطبقه، والقوانين هتطبق، بس ما عنديش حاجة تانية. ايوه يعني يعني طب حتى يعني ما الناس ديت مع احترامنا برضو دول اهم ناديين في الدوري، ازاي هتقدر يا فندم؟ مثلا النادي الاهلي قال لك لن يتم التعامل مع اللجنه الخماسيه، مع اللجنه الخماسيه، وهو الدوري بتاع بكره ده مين اللي منظمه؟ يعني ما حضرتك رايح الماتش بكره. اهلا وسهلا طبعا. نادي الزمالك، طيب هل بص، انا ماشي في سكتي، اللي انا شايفه صح هعمله، لن احيد،